سيدي أم محروس، لأنه أنت صاحب الدكان سيدي، وأنا شريكك في الدكان. بدي أخبرك إشي سيدي، سر كبير بس بده ضل بيننا. إيش يا ما؟ إيش؟ قولي. أنا قررت أتلاعب بقوة المواطنين. شو هالحكي؟ مثل ما بقولك سيدي. كيف؟ بده صير أزمة طحين في البلد، طحين وخبز. مين قالك؟ إيش؟ صاحب إلي محنك قال لي سيدي اشتري طحين وخبة. واشتريت؟ اشتريت 10 شوالات سيدي وخبيتهم. وين؟ في البيت، عندي في البيت. طيب بس أنا ما سمعتش إنه في أزمة طحين، لو في كان سمعنا. سيدي أنت ما سمعتيش، لأنه هلا ما فيش أزمة طحين، بس بده يصير أزمة طحين سيدي. صاحبي هذا اللي خبرني سيدي، هذا رجال ملحلح وفهمان سيدي في السوق. طيب يا فرحان، يبقى روح اشيلك أكم من شوال طحين وخبيهم عندي. تسلمي سيدي أم محروس، الله يحرسك سيدي، الله يحرسك سيدي. أقول لك أنا بدي أروح هلا وأشتري الشوالات وأجيبهم قبل ما يرتفع سعر الطحين.